السلام عليكم صحابي وحبابي متتبعي قناه جزيره الحسن الكناري، كي دايرين؟ كلشي بخير. نتمنى ان شاء الله يصيبكم هذا الفيديو في احسن حال. اليوم ان شاء الله جبت لكم هذا الفيديو جديد بالفكره ديالو، جديد بزاف ديال المسائل فيه. كما تعرفوا انا مربي ديال الطيور، عندي العائله ديالي، عندي جوج بنيتات ديالي، وهنا فاش تعيش في دوله اوروبيه تاي الوليدات ديالك تيشوفوا صحاباتهم شنو تيديروا، شنو عندهم، شنو هذه يا مس هذه فرع لي الراس بخصنا شي حيوان اليف في الدار. قلت لهم هما الطيور كاينين ديالنا، قال لك لا هذوك ديالك، حنا خصنا شي حاجه ديالنا، خصهم كلب ولا قط ولا فار ولا ما عرفت شنو. كما تتعرفوا انا ما يمكنليش لا بالدين ديالي ولا بالعادات ديالي ما يمكنليش نشري كلب وانا عندي عايش في برطمة ولا قطونة في برطمة، خصوصا ان حتى الام ديالهم عندها حساسية من الزغب ديال الكلاب وديال القطوط. يعني بقاو تيدور لي في راسي بزاف الافكار، الكلب بلا حساسية بلا والو شوف شنو تيديرو. يعني تدير الكلب في الدار وانتوما تتشوفو يدير لك هاد الفضايح كاملة. يلا شوفوا معايا وركزوا في الفيديو وانتوما قولوا شنو بالكم. كما شفتيو ان الكلب تديرو في الدار، خصوصا اللي عندك برطمان ما عندكش جردة، تيحصل اكثر من هذا الشيء. قلت نشوف نجيب قط، القط بحالو ولا كفس، هانتوما تتشوفوا بحال اللي تتابعوا في هذا الفيديو هذا، هانتوما حنا تنتابعوا جميع. هذا هو القط في الدار اللي ما فيهاش جردة. فكرت نجيب فار، كيما تيجي قط كلب فار اللي تيربيو ديك الفيرات الروميين الصغيورين كيما تتشوفو هنا في الفيديو، هاهما هادو عايشين مزيانين. ولاني فار تيبقى فار، ان حنا مربيين ان فار غير تنقتلوه واخا حيوان مسكين، لدرجة انني فكرت ان عندهم شي اصدقاء ديالهم مربيين حنوشة صغيورين وهذا تيربيوهم في ديك الكاخات ديال الزاج وداك الشي بحال هاد البلدان هادي، او ما تيربيو تما فيها الحنوشة. ولاني بقيت تنقول مع راساتي او حنوشة كاع عملنا على هاد المصيبة هادي. جيت انا فكرت في واحد الفكرة باش نضرب فيها عصفورين بحجرين واحد. الا بغيتيو تعرفوها وتشوفوا اللحظات فاش تنجيب انا هاد الحيوان الاليف للدار وتشوفوه بنيتاتي، تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر واعطوني الراي ديالكم. يلا تلاقى في تتمة الفيديو. من ديال اختي در هنايا تيربيوهم بزاف، تيبقاو يعيطو لهم تيجيو هنايا تبقاو هانتوما كيما تتشوفو معانا. هو الطوير غادي نحطو دابا وغادي نمشي هنايا يطلع تيشوف. جيتكم لا ما تهزيش خلينا ما طيحتش. انا عطيتو الماكلة دير كفاية ما كيهدش ياك قالو الكواش ولدو لابنت تيعرفوهمش كيمونو دابا نقول هذا يكون بردي خضيطر ما كاينش. شنو بان لك انت؟ انا بان لي انه ولد. عندو ما يبان لك دابا بنتين بنتين بيتشين 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 كيشبه لبيتشين ياك مامي سميناه بيتشين. كما كما تتشوفو حنا جبنا لهم البريطال نشطو بيه وفرحو بيه. دابا خصنا نوجدو له فين هي كلسا، نخليو له غا الطاسة نفسها، ولكن غادي نزيدو فيها هاد الماتيريال هادا. هادي النشارة ديال الخشب تتبع هاكا مجموعة ناتورال تتدار
القنيات تتدى هامسترز وتتدى بتل هادو باش تخلي لهم درجة ديال الحرارة مرتفعة شوية باش يبقوا سخنين. دابا غادي نتابع هانتوما تتشوفوا تيجي هكا تنديروه في الطويصة تنخليوه تنهزو ورقة ديال ديك الورقة ديال تنديرو في الكوزينة باش نصحو تنحطوها من الفوق هكا. وهذا النونوس ديال البنية تدير هادو هادي خديتي نتوما تلاحظو دابا راه دوز عندي أسبوع ملي شريتو ها إيوا تيمشي تيتخشى فيهم تيسخنوه ها هو هدا شتيوه راه بدا تيكبرو له الرويشات على النهار الأول اللي خديناه دابا خديناه هادي أسبوع كما تتشوفو تنحطوه هنايا تنخليوه تنغطيوه تيكون الجو بارد شويش تنغطيوه ها فيه جاي دابا شي شويش باغي ياكل تنبعدو نديرلكم فيديو ديال الطريقة ديال التحضير ديال الأكل ديالو كيفاش تياكل. كما تابعنا كاملين الفيديو شفنا الحيوانات اللي يمكننا نربيوهم اللي ما يمكنناش نربيوهم لاحظتوا بانني كما تيقولوا ضربت عصافير بزاف بحجر واحد انني فرحت وليداتي كما شفتوا معنا كاملين انهم بداو تينقصوا بالفرح وجبت لهم واحد طير اللي يمكن لهم يربيوه هو صغير يعلموه يطير يعلموه يجي لعندهم ويمشي يعلموه شي كلمات صغيره يمكن له حتى هو يعاودهم. وحاجه اخرى انني مربي ديال الطيور تعجبني نربي الطيور يعني جبت لوليداتي واحد الطوير صغير يمكن لهم يتعلموا فيه الاعتماد على النفس يتعلموا فيه تحمل المسؤوليه انني تنحاول انهم ما ياكلوه وما يصوبوا له وما يديروا له كل شيء. تنظن بان هذه المبادره هذه يمكن يديرها اي واحد وليداته انه يختار الحاجه اللي تتعجبه وتكون تتعجب حتى وليداتي حتى هما يعني انهم باغيين يربيو واحد الحيوان اليف انا قلتها لهم انه طير اليف منها انه صغير منها انه زويون وما ياخذش بزاف ديال المساحه في الدار. نتمنى الى عجبكم هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم مع العائله ديالكم واللي ما اشتركش في القناه يشترك الى فيديو اخر ان شاء الله. شكرا للمتابعه ديالكم. السلام عليكم.